الأكبر. طيب نروح لمصر اليوم والصفحة الأولى. معارك الانتخابات بقى زي ما احنا قلنا بدأت مبكرا، الوفد حصل في انقسام ما بينه وبين اخواني. الوفد كنا قايلين ان الوفد قال ان مش هيكون في تحالف انتخابي بيننا وبين حزب الحرية والعدالة، وبعدين هم قايلين لا ده هيبقى تحالف سياسي بس مش تحالف انتخابي، وبعدين في تراجع شوية في الكلام ده. حزب الوفد فيه بعض عناصر فيه شايفة انه حزب الوفد حزب عريق، فمش لازم ان انت تتحالف مع حد، انت مش محتاج تتحالف مع حد. علشان كمان دروس من الماضي كانت في الثمانينات وكانت في التسعينات. في نفس الوقت في بعض الناس بقى قالت لا احنا مش هننزل بقائمة التحالف الديمقراطي، احنا هننزل بقائمة خاصة بينا، احنا قائمة منفصلة خاصة بحزب الوفد، وبالتالي في انقسام في حزب الوفد حوالين الموضوع ده. الأحزاب الإسلامية ابتدت تنزل للشارع بشكل كبير جدا، الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية والأحزاب الخاصة، الحزب الخاص بالجماعة الإسلامية، وقالوا احنا هندفع بعدد كبير جدا من المرشحين ونحن عندنا قدرة على المنافسة في عدد من الدوائر، وابتدوا يعملوا حملات تثقيف سياسي حتى للمواطنين عشان تشجعهم على الانتخابات، وبالتالي الكل يستعد. ولكن أين شباب الثورة من هذه الاستعدادات؟ وأين الأحزاب الجديدة؟ أو خلينا نقول حزب السبعة في واحد، وأنا أقصد هنا الأحزاب السبعة اللي خرجت من داخل الحزب الوطني المنحل. سبعة أحزاب، يعني سبعة أحزاب موجودة، ويمكن كانت دي ليها نسبة كبيرة جدا حضور في اللقاء اللي جمع بعض الأحزاب والقوى السياسية مع الفريق سامي عنان يوم السبت الماضي، والبيان اللي طلع وشفنا عاصفة حصلت بعد هذا البيان، وهو ده كمان اللي مرتبط بالأخبار اللي معانا بعد كده. أصل يعني النفاق ما وصلش لحد مش لدرجات، يعني كنا ضد الثورة دلوقتي بقينا ندافع عن الثورة، دلوقتي بقينا قاعدين على الترابيزة كده كده بنحدد مصير مصر. يعني فيعني حاجة تضحك بصراحة، ودي حاجة جميلة جدا. يعني تخيلي بقى، شوفي شوفي الديمقراطية اللي جابتها الثورة، الثورة قطعت بالحزب الوطني عشان تجيب سبعة حزب وطني. أيوه سبعة حزب وطني صح. الأخبار والصفحة الثالثة، في رسالة من مرشح الرئاسة للمجلس العسكري بتطالبه بإجراء الانتخابات قبل وضع الدستور. في ستة من مرشحي الرئاسة اجتمعوا مع بعض، عمرو موسى، حازم صلاح أبو إسماعيل، عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد سليم العوة، وحمدين صباحي. دكتور محمد البرادعي متهيألي لا، لأن هو يعني هو ليه وجهة نظره هي الدستور أولا. أنا كل تخوفي بس إن احنا هنرجع تاني للمربع بتاع لا ولا نعمل التعديلات، الانتخابات أولا ولا الدستور أولا، يعني كل دي أمور للأسف هنرجع لها تاني زي الفترة اللي فاتت، بدل ما بنتكلم على الوضع الأمني في الشارع كنا بنتكلم على طب نفعل الطوارئ ولا ما نفعلوش. يعني بنخش في جدال الحقيقة جانبي وبنسيب القضايا الرئيسية. في كل الأحوال في اتفاق بين مرشحي الرئاسة المحتملين على فكرة ضرورة الإسراع بتسليم السلطة إلى المدنيين، وإن هذا الإسراع من مصلحة مصر كلها، لأنه لا يصح بالمجلس العسكري أن يكون طرفا في العملية السياسية من وجهة نظر بعض المحللين السياسيين ومرشحي الرئاسة. في كل الأحوال في اجتماع تاني علشان يوصلوا فيه لصيغة موحدة هيناقشوها مع المجلس العسكري. نفس الحكاية برضو حزب الإخوان زي ما احنا شايفين بيحذر المجلس العسكري من الاستمرار في السلطة حتى وضع دستور جديد. أصبح الوضع الحالي هو أن هيتم عمل انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الشورى، وبعد كده الجمعية التأسيسية، وبعد كده الدستور، وبعد كده انتخابات رئيس الجمهورية. ووفقا للحسابات اللي بورقة أو القلم، فالمجلس العسكري في هذه الحالة سوف يكون على رأس السلطة حتى 2013. وده عامل تخوف كبير جدا عند بعض القوى السياسية أو كثير من القوى السياسية، إن احنا عايزين يكون في سلطة مدنية حقيقية، عايزين يكون في دولة مدنية حقيقية قوامها هو الديمقراطية، ويكون فيها دستور قوي، ويكون في وضع خاص للجيش والمؤسسة العسكرية. من ناحية تانية، وده برضو من الحاجات الغريبة جدا زي ما احنا شايفين، حزب الإخوان بيحذر المجلس العسكري. الخطاب بتاع الحزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان المسلمين اختلف تماما عما كان قبل كده. بالضبط عما كان قبل كده، كان في تأييد والمجلس العسكري تماما، كان في تأييد للمجلس على طول الخط، وإن احنا مش هنشارك في المليونيات علشان كذا وحتى ده كان وصفه الخبراء المحليين السياسيين في وقته بأنه حالة من الغزل كده، يعني الحزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين بتغازل شهر العسل انتهى المجلس العسكري. ولكن يبدو فعلا أن شهر العسل ده انتهى، احنا شايفين تصعيد في اللهجة بتاعت حزب الحرية والعدالة وعدد الحقيقة من القوى الإسلام السياسي. لكن أين ستصل هذه النبرة؟ وهل سنجد أنفسنا في تناحر جديد على الساحة السياسية المصرية؟
أعتقد في كل الأحوال لا يجب المؤسسة العسكرية أن تكون طرفا في أي جدل سياسي موجود، وتكتفي فقط بتنظيم الجدل السياسي ده وتظل بعيدا عنه زي ما كان موجود في بداية الثورة. بالظبط، بنتمنى أن كل الناس فعلا يعني سلاحنا وقوتنا كان في الاتحاد. تمام. لما كلنا كنا إيد واحدة وكلنا كنا مع بعض ضد أي حاجة تانية. لكن القسمات اللي بتحصل معرفش ممكن تكون صحية عشان تعمل زي ما بيقولوا فلترة في الأول خالص، وفي يعني في الآخر يجي لك الحاجة كويسة. جميل. بنتمنى. جميل. بس عارفة المشكلة في إيه؟ يعني إنه ما يحصلش بقى تفتيت، يعني في تفتيت في الرؤى السياسية، ما يحصلش التفتيت ده يوصل للدولة نفسها. ده مش مطلوب. إحنا عايزين نتفق على يا جماعة التوافق هو أهم حاجة. الناس برا الدول المتقدمة جدا والدول الديمقراطية والعريقة في الديمقراطية ما فيش حاجة عندها بالإجماع ولكن بالتوافق. ده صحيح. يعني فإحنا محتاجين هذا التوافق في أمور كثيرة جدا علشان نوصل لور الأمان بمصر في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة جدا الحقيقة. يمكن يوم الجمعة الجاية في مليونية، والجمعية الوطنية للتغيير بتدعو لمليونية الجمعة لرفض البيان والسيادة للشعب. البيان طبعا هو الصادر عن اللقاء اللي كان بين المجلس العسكري و15 حزب وقوى سياسية. في معارضة لكثير جدا مما جاء في هذا البيان، وفي إعادة لتكرار المطالب اللي نادينا بيها في 30 سبتمبر وللمليونات اللي قبل كده، وقف المحاكمات العسكرية المدنيين، جدول زمني لتسليم السلطة، قانون الانتخابات، قانون الغدر. يعني كل دي أمور احنا كل مرة يعني تكرار المطالب بيقول ان مفيش تفاعل. لكن انا عايز ارجع تاني لنقطه انه الثقه مهمه جدا. على الجميع ان نعيش في جو من ثقه. يعني المجلس العسكري لازم نستعيد الثقه فيه بشكل كبير جدا. عايزين نستعيد الثقه في الاحزاب والقوى السياسيه اللي موجوده. عايزين يكون في جو من التوافق على قضايا مصيريه تتعلق بمصر. يعني انا النهارده لو ما خدتش مقاعد في البرلمان ده، بس مصر يبقى ليها شكل ديمقراطي جيد جدا. يعني ما اعرفش الحسابات للاسف انا شايف الموضوع داخل فيه كراسي كراسي وحاجات ومصر واجندات خاصه بقى دلوقتي فعلا. هي دي الاجندات الخاصه فعلا. طب ناخد اخر خبر بسرعه عشان وقتنا خلص. تنطوي يبحث مع وزير الدفاع الامريكي دعم التعاون العسكري. متهيألي الخبر ده فيه اكتر من يعني تفصيل. في تفاصيل كتير جدا. هو المشير حسين تنطوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه، القائد العام للقوات المسلحه، كان في لقاء مع لايون بانيتا وزير الدفاع الأمريكي. اللقاء ناقش فكرة التعاون العسكري ودعم أمريكا لمصر في المرحلة المهمة دي جدا في تاريخها، وحتى دعم للمجلس العسكري. وهم الولايات المتحدة الأمريكية بتشيد بالمجلس على القوات المسلحة ومقام به حتى الآن في مصر، ويعني حفاظا على الوضع وحفاظا على التعهدات مع التعهدات الدولية بصفة عامة. وفي نفس الوقت وزير الدفاع الأمريكي سئل عن مسألة قضية الجاسوس الأمريكي إيلان جرابيل، وهل هيكون في حل الموضوع ده ولا لا. هو قال إنها ما كانتش على الأجندات، ولكن يعني في أيوة. بس هل فعلا قالوا إن هما ممكن يفرجوا عن 25 سجين مصري في مقابل هذا الجاسوس؟ اتقال 25 واتقال 50 واتقال، وفي ناس بتطالب بالإفراج عنه في صفقة تبادل مع الشيخ عمر عبد الرحمن. ده صحيح. يعني في ده يمكن ده كان طلب من مرشح الرئاسة محمد سليم العوض، وكان وحتى من أنصار الشيخ عمر عبد الرحمن. لكن يبدو إن ما كانش الموضوع ده هو ليه أولوية قوي في اللقاء. بس يعني هو طرح ولكن يعني هم منتظرين يشوفوا يعني في شيء من التسهيلات شوية هتحصل الفترة اللي جاية في الموضوع ده، ولكن ما فيش تفاصيل يعني حسب تصريحات بانيتا. الحقيقة طبعا أمريكا بتؤكد في هذا اللقاء على أهمية مصر كدولة محورية في المنطقة. ومن هنا التقى كمان بانيتا مجموعة من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. نتمنى بقى إن أمريكا طبعا ما كانش مطروح فيها موضوع التمويل بتاع منظمات المجتمع المدني، وإحنا شايفين الفترة الأخيرة المسؤولين الأمريكيين حتى هيلاري كلينتون في بعض اللقاءات الإعلامية الأخيرة بعدت شوية عن موضوع منظمات المجتمع المدني، ما ركزتش قوي عليه وبتكلم عنه بشكل عرضي. وفي طبعا علامات استفهام كثيرة جدا. محتاجين يعني برضه محتاجين شفافية، محتاجين كله. بالظبط. محمد طلعت الهواري صاحب جريدة المصري، بشكرك جدا على وجودك معنا. وتعالوا ننتقل لفاصل ونروح لندوة كاميرا نهارك سعيد كانت موجودة في ساقية الصاوي عشان تنقل هناك ندوة لصناع الأفارقة، وهي بتقام لأول مرة في مصر.